السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يلا بينا هنعمل ديكور هيعجبكم قوي قوي قوي. هنجيب أعواد الآيس كريم وهنحطها على ورق من ورق الكانسون زي ما شايفين كده، كل أربعة مع بعض، وش وظهر، ونركب أربعة أربعة برضو. هنعمل أربع قطع منهم، هنعملهم برافان. هنجيب اللي هي المفصلات الصغيرة اللي احنا شايفينها دي، بتبقى موجودة عند بتوع الدهانات، ونثبتهم بمسدس الشمع كده. يبقى عملنا جسم البرافان، ونبدأ بعد كده مرحلة التلوين. هنقطع حتة من اسفنجة المطبخ، ونجيب ألوان الأكليريك، ونبدأ بخبطات كده هود بسيطة على أعواد الآيس كريم. ونلون وش وظهر البرافان ونسيبه يجف. بعد ما يجف هنبدأ بطلاءه مرة تانية باللون الأبيض. بعد ما يجف بنجيب صنفرة ونبدأ ان احنا نعمل الخطوة اللي احنا شايفينها دي، علشان يدينا تأثير اللي هو كأن الخشب كده يعني متعتق شوية. نبدأ بعد كده مرحلة الديكوباج. بنجيب اي رسمة عندنا حلوة، انا اخترت الرسمة دي، وبنثبتها زي ما وريتكم قبل كده عادي بالغيرة المخفف بالمية او بالورنيش المائي. هنا عندي الستنسل دي حطيتها وعملت اللي هي كأن شكل الطوب ده، وادي الشكل النهائي للبرافان من إعادة تدوير الستيك بتاع الآيس كريم. الأحرف هنا بحاول يعني كتاتش نهائي كده هود أزينها برضو بنفس لون الأكليريك اللي استخدمته، اللون الزيتي. طيب دي بقى قدامنا كده، ده يعني صالون اهو كده جميل صغنن، بتتباع دلوقتي الحاجات دي بالأسواق، أسعارها رخيصة وحلوة قوي، فأنا قلت أعملها برضو ديكور، ولونتها ودهنتها بنفس ألوان الأكليريك اللي استخدمتها في البرافان علشان نجمعه مع بعض يبقى ديكور حلو زي ما انتوا شايفين كده، كأن بقى أوضة الصالون كاملة اهي شايفين. يعني من حاجات بسيطة ممكن ان انت تعملي ديكورات حلوة او تزيني بيها بيتك. اسيبكم بقى تتفرجوا على بقية الفيديو.